السلام عليكم. إليك معطيات التمرين: اللمفاويات نمط من الكريات البيضاء تضمن الدفاع العضوية بإفرازها أجسام مضادة في الجسم. 1- عرف الجسم المضاد، ثم حدد نمط المناعة التي يؤمنها. 2- تمثل الوثيقة الموارية تطور كمية الأجسام المضادة ضد توكسين الكزاز في دم شخص. ألف اشرح لماذا المعالجة بالمصل لا تؤمن مناعة على المدى البعيد. ب قارن بين المنحنيين في الوثيقة. انطلاقا من هذه الدراسة، بين متى يقرر الطبيب لقاحا أو تمصيلا. إليك الوثيقة المقترحة التي تبين كمية الأجسام المضادة بدلالة الزمن، والزمن بالأسابيع. نأتي الآن إلى الإجابة. السؤال الأول: عرف الجسم المضاد. ما هو الجسم المضاد؟ هو جزيئات نوعية ذات طبيعة بروتينية تفرزها اللمفاويات البائية لتعديل مولد ضد نوعي. الآن ثانيا: نمط المناعة التي تؤمنها الاستجابة أو يؤمنها الأجسام المضادة هي استجابة مناعية خلطية. ثانيا: تمثل الوثيقة الموالية تطور كمية الأجسام المضادة ضد توكسين الكزاز في دم شخص إثر إصابة. ألف اشرح لماذا المعالجة بالمصل لا تؤمن المناعة على المدى البعيد. الشرح: المعالجة بالمصل لا تؤمن مناعة على المدى البعيد لأنها مناعة سلبية، فالأجسام المضادة هنا منقولة، عددها وعمرها محدود. ب قارن بين المنحنيين في الوثيقة. المقارنة: تمثل هذه الوثيقة كمية الأجسام المضادة بدلالة الزمن الذي يقدر بالأسابيع. نلاحظ في خلال الحقن الأول للقاح ضد الكزاز أضفنا معه حقن مصل مضاد للكزاز. بعد أيام نلاحظ أن عدد الأجسام المضادة التي كانت في مصل مضاد للكزاز بدأت تتناقص تدريجيا إلى أن تختفي. هذا بالنسبة إلى المنحنى الأول الذي يمثل أجسام مضادة موجودة في المصل. نأتي إلى المنحنى الثاني. هذا هو المنحنى الثاني. بعد حقن الأول للقاح ضد الكزاز في الزمن الصفر، نلاحظ هناك فترة لم يظهر فيها أو لم تظهر فيها الأجسام المضادة. تعرف هذه الفترة بفترة التعارف، ثم تبدأ اللمفاويات البائية بإنتاج أجسام مضادة. إذن يبدأ بظهور الأجسام المضادة. عند الأسبوع الثاني نضيف حقن ثاني لقاح ضد الكزاز. نلاحظ أيضا هناك زيادة في الأجسام المضادة، لكن هذه المرة بسرعة لأنها لا توجد فترة تعارف، لأن أصلا اللمفاوية البائية ذات ذاكرة تعرفت عليها بسرعة. بعد الأسبوع الرابع أو عند الأسبوع الرابع أضفنا حقنة ثالثة اللي هي لقاح ضد الكزاز. نلاحظ أيضا سرعة ظهور الأجسام المضادة وبكمية كبيرة معتبرة. تحليل الوثيقة: المنحنى الأول يمثل الأجسام المضادة الموجودة في المصل. نلاحظ تناقص كمية الأجسام المضادة للكزاز بعد الحقن المصلي. المنحنى الثاني تزداد كمية الأجسام المضادة ضد الكزاز كلما ازداد الحقن وزاد أيضا عمرها. جيم: انطلاقا من هذه الدراسة، بين متى يقرر الطبيب لقاحا أو تمصيلا. نقدر نقول تمصيلا أو استمصالا بمعنى إعطائه مصلا. جيم: يقرر الطبيب إعطاء المريض لقاحا للوقاية، أما التمصيل فيعطيه للعلاج السريع
عند حدوث الإصابة.